السلام عليكم ورحمة الله. السلام كيجينا بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديروا الخاصية الثانية تتمة في الدرس ديال الاتصال، وبالضبط في الاتصال في نقطة. اخر مرة كنا درنا الخاصية الاولى، اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد التذكير خفيف على الخاصية الاولى، وديك الساعة نبداو على بركة الله الخاصية الثانية. دونك اخر مرة شفنا الخاصية الاولى اللي كتقول لي الا بغيتي تبين الاتصال في نقطة في واحد الدالة، خاصك تمشي تحسب لا ليميت ديال اكس تونفير اكس زيرو ديال هذيك العدد، اما 3 اما 4 اما 5 اما 6 الى اخره، ديال هذيك الداله كيساوي اف ديال داك العدد. مثال، الا بغينا نديرو الاتصال مثلا ديال واحد الداله في العدد ناقص واحد، اشنو خاصني نمشي ندير؟ نمشي نحسب لا ليميت ديال اكس تونفير ناقص واحد ديال اف لاكس، خاصها تساوي ليا اف ديال ناقص واحد. صافي تفهمنا على هذه، مزيان. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الخاصيه الثانيه، اشنو كتقول لي الخاصيه الثانيه بالضبط في الاتصال في نقطه. مازال ما دزناش الاتصال في مجال، هادو جوج خاصيات كنحتاجهم ضروري في الاتصال في نقطه. مزيان، اليوم ان شاء الله قالت لي الخاصيه الثانيه ان الداله اف اذا بتكون متصله في واحد النقطه اكس صفر على اليمين، اشنو خاصني ندير؟ يعني اف متصلة في اكس صفر على اليمين، هذا اكس صفر عدد 3 4 5 6 ناقص 4 ناقص 20 ناقص 100 الى اخره، على اليمين ديالو اشنو كيعني؟ ولا اشنو خاصني نمشي ندير؟ نمشي نحسب لا ليميت ديال اكس تونفير اكس زيرو، هنا اكس اكبر قطعة من اكس صفر. نعطيكم واحد القضية، واحد الكتابة يقدر تلقاوها في التمرين ولا في الامتحان، جوج ديال الكتابات مختلفين. اما تلقى مثلا لا ليميت ديال اكس يؤول الاكس صفر، وهنا يدير لك اكس اكبر من اكس صفر ديال واحد الداله، ولا يقول لك لا ليميت ديال اكس تونفير اكس صفر بلس ديال اف لو اكس. هاد الكتابه هادي راه كتعني هاد الكتابه هادي، راه بحال بحال، يعني هاد الكتابه راه كتساوي هاد الكتابه. يعني الا لقيتي انت هذا الرمز هذا اكس صفر، وهنا اكس اكبر قطعه من اكس صفر، راه كيعني انت راه خدام على اليمين ديال هاد العدد. مثال، مثلا لا ليميت ديال اكس تونفير مثلا واحد، واكس اكبر من واحد، اشنو كيعني؟ ديال واحد الداله مثلا اف دو اكس، اشنو كيعني؟ ان بينا نمشيو نحسبوا لا ليميت ديال اكس تونفير واحد بلس، ماشي زائد واحد، لا، واحد على اليمين، الإشارة كتكون في الأس، يعني اليمين ديالو اللي كنحسب فيه لا ليميت، صافي؟ يعني إلا بغينا ندرسو الاتصال على اليمين، بحالها في الاتصال على اليسار، إف متصلة في إكس صفر على اليسار، أشنو كيعني؟ أن لا ليميت ديال إكس تونفير إكس صفر، إكس أصغر قطعة من الصفر، تساوي إف لإكس صفر، بحالها ديال واحد مثلا، بينا نحسبو لا ليميت ديال اكس مثلا تونفيغ 4 و اكس اصغر من 4 ديال واحد الداله اف لو اكس، اشنو كيعني؟ بلا نمشيو نحسبوا لا ليميت ديال اكس تونفيغ 4 على اليسار ديال اف دو اكس. يعني هذه الكتابه بحالها بحال هذه الكتابه هذه، ما كاينش الفرق بيناتهم. يعني كاين بعض التمارين اللي كتلقى فيها هذه الكتابه، وكاين بعض التمارين اللي كتلقى فيهم هذه الكتابه هذه. صافي تفهمنا، ندوزو للشرط الثالث، ولا يعني التعبير الثالث في الخاصيه الثانيه. اشنو كتقول لي؟ اشنو كيقول لي التعبير الثالث؟ اف متصله في اكس صفر، اشنو كيعني؟ ان لا ليميت اكس يؤول اكس صفر اكس اكبر من اكس صفر، يعني على اليمين ديال واحد الداله، كيساوي لا ليميت على اليسار ديال هذيك الداله، تساوي اف لاكس صفر. صافي تفهمنا على هذه الخاصيه الثانيه، مزيان. دابا الاشكال اللي عند التلميذ اشنو هو؟ استاذ، امتى نخدموا هذه الخاصيه الثانيه وامتى نخدموا هذه الخاصيه الاولى؟ سهله، غادي نقول لك انايا، شوف معايا في التمرين اللي كيعطيك الاستاذ، هذيك الداله اللي كيعطيك اش بتلقى معاها؟ اما تلقى معاها مثلا واحد التعبير ديال واحد الداله اف لاكس كيساوي شي حاجه هنايا، وهنايا تعطيك مثلا اكس كتخالف شي عدد مثلا ا ولا بي، ياك اما يعطيك تساوي مع يخالف. هنا الى عطاك يساوي مع يخالف في واحد التعبير ديال واحد الداله، بيتخدم بالخاصيه الاولى. الى عطاك
واحد التعبير فيه مثلا واحد الرمز بيتلقى مثلا اكبر ولا اصغر، اكبر قطعا ولا اكبر او يساوي، ولا اصغر قطعا ولا اصغر او يساوي، راه بيتخدم بالخاصيه رقم جوج. هذه الخاصيه الثانيه صافي تفهمنا، يعني ما يبقاش عندك مشكل واش بتخدم بالخاصيه الاولى ولا بالخاصيه الثانيه. تفهمنا على هذه القضيه. هذه الاتصال في نقطه فيه جوج ديال الخاصيات، رقم واحد اللي فيها تعبير واحد لا ليميت اكس تنفير اكس صفر ديال اف لي اكس كيساوي اف لي اكس صفر، كيعني ان الداله متصله في هذا العدد. الا مشيتي حسبتي على اليمين ولا على اليسار راه كيعني الخاصيه رقم جوج. هادو جوج الخاصيات اللي كاينين في المحور الاول ديال الاتصال في نقطه. صافي دابا غادي ندير واحد التمرين باش نفهموا هذا الشيء مزيان اللي درنا في الخاصيه رقم جوج. يا بسم الله. دونك هنايا خدينا واحد التمرين فيه جوج ديال الدوال مختلفين. دونك بالنسبه للتعبير الاولاني اشنو كتقول لي الداله؟ التعبير الاول سميناه ا والتعبير الثاني سميناه بي. شوف معايا التعبير الاول اللي هو ا اشنو فيه؟ اف لي اكس كتساوي اكس او كاري زائد اكس ناقص 6 على اكس ناقص 2. هنايا اكس انا بحال قلت واحد الشرط هنايا اكس اكبر قطعا من جوج، مزيان. اف لي اكس كتساوي جوج اكس زائد 11 على 3 اكس اصغر قطعا من جوج، وعطاني هنايا اف لي جوج كتساوي 5، مزيان. يعني هاد الداله الاولانيه كتسمى داله مجزاه. شحال من جزء؟ فيها ثلاثه الاجزاء، ها الجزء الاول، ها الجزء الثاني، ها الجزء الثالث، مزيان. نشرح لكم واحد القضيه اخرى مزيان. الا بغيتي تحسب الصوره ديال بعض الاعداد فين يمكن لك تحسبها؟ واش في الاولى ولا في الثانيه ولا هنايا؟ غادي نقول لك انايا شوف معايا هذا الشرط اللي كاين هنا. الا عندك شي عدد كبر من جوج قطعا راه بتحسبه في هذه الاولانيه، عندك شي عدد صغر من جوج قطعا راه بتحسبه هنايا. بتحسب لي الصوره ديال جوج، ها هي عطيها لك. صافي مزيان. اشنو قال لي في السؤال؟ ادرس اتصال اف في العدد جوج، مزيان. يعني هنايا عندي اكبر اصغر بتنخدم الخاصيه رقم جوج، مزيان. على بركه الله نبداو في هذا التمرين. هذا الخاصيه نحطها حدايا ونخدم نطبق الخاصيه اللي قالت لي. دونك اول حاجه غادي نمشيو نحسبوا على اليمين بوحدها، وعاد ديك الساعه نحسبوا على اليسار ونشوف كل نتيجه شحال عطاني. هنا غادي نحسبوا اكس تنفير جوج بلس على اليمين. دونك لا ليميت ديال اكس يقول اما ندير جوج بلس ولا ندير اكس تنفير جوج و اكس اكبر قطعه من جوج. قلنا هاد الكتابه راه بحالها بحال الكتابه، ما كاينش الفرق بين هادي مع هادي. صافي نخدموا حنا بهادي ديال اف لي اكس كتساوي لا ليميت ديال اكس تنفير جوج بلس. هاد التعبير هذا هو باش بغيت نخدم اكس او كاري زائد اكس ناقص 6 على اكس ناقص 2. خاصني نحترم الداله اللي يمكن ليا نخدم بها على اليمين. ما يمكنش تقول لي اكس اكبر من 2 هنايا ونمشي نخدم بليه بهذه، لا ما يمكنش. خاصك تحترم الشرط اللي عطاك. على بركه الله اول حاجه في النهايه كنديروا التعويض، دونك نعوضوا بجوج. دونك 2 اس 2 هي 4 زائد 2 هي 6 ناقص 6 هي 0، مزيان. البسط عطاني صفر والمقام عطاتني صفر، حيتاش جوج ناقص جوج هي صفر، مزيان. انا عندي شكل غير محدد. اوكي اشنو هو المشكل في المقام؟ حيت الصفر في المقام ما خاصوش يكون، مزيان. يعني اشنو خاصني ندير؟ نتخلص من هاد اكس ناقص جوج. بمعنى اخر كي شفنا في الفيديو السابق ديال النهايات، خاص هاد اكس ناقص جوج تبان لي الفوق مضروبه في شي حاجه باش يمكن لي نختزل بها ونتخلصوا من المشكل اللي عندنا. على بركه الله لا ليميت ديال اكس تنفير جوج بلس اشنو قلنا؟ هنا عندي الدرجه الثانيه مع الدرجه الاولى. عادي نديرو التعبير، عادي نديرو عفوا التعميل، ما نديرش القسمه الاقليديه، ماشي ما تخرجنيش لا طويله. التعميل القسمه الاولى الدرجه الاولى مع القسمه مع المعادله الدرجه الثانيه سهل التعميل ديالها. اكس ناقص جوج ها هي لتحت، وهنا عادي نخرجوا اكس ناقص جوج، مزيان. اشنو بقى عندي؟ بقى عندي داك العدد اللي بتكون مضروبه فيه الداله
اشنو هو العدد اللي تكون مضروبه فيه الداله؟ هو داك الشيء الاخر اللي بقى عندي. ها هو غادي نديرو باللون مغاير. اشنو قلنا؟ كنشوف هاد اكس هذا مع الاول، هاد اكس فاش بنضربها تعطينا اكس او كاري، بغيت نضربها في اكس. ها هي نعم سيدي مزيان. كندوز لهاد العدد ناقص جوج، ناقص بغيت نضربها في شي اشاره وبعطيك ناقص. ها هي هي زائد، حيتاش ناقص في زائد هي ناقص. جوج في شي عدد بعطيك 6، هي شحال؟ هي 3. ها هي جوج في 3 هي 6. مزيان خرجنا العدد باش بغيت نعمل كنختزل به، حيتاش هو اللي جايب ليا صفر في المقام. اكس تنفير جوج على اليمين مزيان، ديال اش ديال اكس زائد 3، اكس زائد 3 تتساوي. يلا عوض معايا نعم سيدي بجوج، جوج زائد 3 هي شحال؟ هي 5. مزيان احنا خدمنا على اليمين ديال جوج، شحال لقينا؟ 5. مزيان شوف معايا اف لي جوج شحال كتساوي؟ 5. اوكي يعني هنا على اليمين لقينا ان الداله متصله. اشنو غادي نكتب ليه في التعليل؟ بما ان لا ليميت ديال اكس طون فيغ جوج بلوس ديال اف دو اكس كتساوي اف ديال جوج اللي هي كتساوي 5. اذا اف متصله في العدد 2 على اليمين. مزيان هذه هي الجمله الاولانيه. مزيان ندوزو لاش للتعبير الثاني، نحسبو على اليسار ديال جوج. باش بغيت نحسب على اليسار ديال جوج بهذا التعبير الثاني. مزيان ها هو نحسبو هنايا نيت نعم سيدي. اشنو عندي في التعبير الثاني؟ عندي اف لي اكس كتساوي جوج اكس زائد 11 على 3. مزيان لا ليميت ديال اكس طون فيغ جوج على اليسار ديال اف لي اكس كتساوي لا ليميت ديال اكس طون فيغ جوج على اليسار ديال جوج اكس زائد 11 على 3 كتساوي. اول حاجه كنعوض. مزيان يلا عوض معايا نعم سيدي. هاد اكس باش بتعوضها بجوج، جوج في جوج هي شحال؟ هي 4 زائد 11 هي 15 على 3 هي 5. مزيان شحال لقينا كتساوي؟ 5. وشحال عندي في الصوره هنايا؟ 5. يعني الصوره كتساوي 5 ولا ليميت على اليسار كتساوي 5. اذا اف متصله على يسار جوج. بما ان نفس الجمله اللي درنا قبيله هنايا على اليمين نفس اللي بغيت ندير هنايا. بما ان لا ليميت ديال اكس هي اول لجوج على اليسار ديال اف لي اكس كتساوي اف ديال جوج اللي هي كتساوي 5. اذا اف متصله على يسار جوج. مزيان يلا شوف معايا دابا واحد القضيه. دابا عاد بينا نمشيو نجاوبوا على السؤال اللي عندي. اشنا هو ادرس اتصال اف في العدد جوج؟ ها يعني هادي راه بغيت نخدم اش الشرط ولا التعبير الثالث خاصيه رقم جوج. اف متصله في اكس صفر كيعني لا ليميت على اليمين كتساوي لا ليميت على اليسار كتساوي اف لاكس صفر. شوف معايا هنايا اشنو عندنا؟ على اليمين ديال جوج لقينا 5 كتساوي نفس الصوره، وعلى اليسار لقينا كتساوي 5. يعني هذه الداله متصله في العدد جوج بالضبط. اذا هنايا اذا اف متصله في العدد 2. علاش؟ حيت لا ليميت على اليمين تتساوي لا ليميت على اليسار تتساوي العدد 5. مفهوم المثال الاولاني؟ مزيان ندوز معايا نعم سيدي المثال الثاني وشوف معايا شنو عندك في المثال الثاني. شنو الفرق بين المثال الاول والمثال الثاني؟ كاين واحد الفرق بسيط. اشنو هو؟ شوف معايا المثال الاول الداله مجزاه ثلاثه الاجزاء، اما الداله الثانيه عندها جوج ديال الاجزاء. اف الاكس كتساوي 3 ناقص اكس، اكس اصغر قطعا من الصفر، واف الاكس كتساوي جوج اكس ناقص 1 على اكس ناقص 3، اكس اكبر او يساوي صفر. ادرس اتصال اف في العدد صفر. مزيان نعطيك انا واحد القضيه. اول حاجه في الاتصال اللي خاصك تحسب قبل ما تمشي تحسب لا ليميت هي تحسب الصوره ديال داك العدد الا ما عطاها لكش. اما الا عطاها لك في التمرين دوز ديريكتومون تحسب لي لا ليميت. صافي شوف معايا هنايا ما عنديش اف لي صفر، حيتاش اف لي صفر خاصها تكون عندي باش ندير ليها المقارنه بالنسبه لا ليميت على اليمين وعلى اليسار. كيفاش غادي ندير لهاد اف لي صفر؟ فين يمكن ليا نحسبها؟
تنقول لك نعم سيدي، سير لي لهاد الرموز اكبر اصغر، شوف معايا فين كاينه او يساوي، واش كاينه في التعبير الاول ولا كاينه في التعبير الثاني. الا كانت في التعبير الاول هنا فين خاصك تحسب اف ديال داك العدد، كانت في التعبير الثاني هنا فين خاصك تحسب اف ديال داك العدد. صافي، هنايا او يساوي كاينه هنا، يعني هنايا فين خاصنا نحسبوا اف ديال صفر. على بركه الله، اف ديال صفر، اف ديال صفر شنو كتساوي ليا؟ ها هي الداله اللي عندي هنايا، هي اف لي اكس كتساوي 2 اكس ناقص 1 على اكس ناقص 3. بغيت نعوض هذيك اكس بصفر، يلا 2 في صفر ناقص 1 على صفر ناقص 3، اللي هي ناقص 1 على ناقص 3 اللي هي كتساوي 1 على 3. مفهومه؟ مزيان. يعني اف لي صفر عطاتنا 1 على 3. على بركه الله، دابا نمشيو نحسبوا على اليمين وعلى اليسار فاش في العدد صفر. لا ليميت ديال اكس طون فيغ صفر على اليسار ديال اف لي اكس، هاد المره نبداو باليسار هو الاول. لا ليميت اكس طون فيغ صفر على اليسار، هنايا شوف معايا فين كاينه على اليسار، ها فين، هادو هما الاعداد اللي صغر من صفر، وهنايا هما الاعداد اللي كبر من صفر، ها هما على اليسار ها هما على اليمين. باش نبداو هو الاول، دونك 3 ناقص اكس تتساوي، يلا دابا هاد اكس بغيت نعوضها باش بصفر، دونك 3 ناقص صفر هي شحال؟ هي 3. مزيان، شوف معايا على اليسار ديال صفر في الدالة اف لإكس عطاتني 3، مزيان، والصورة كتساوي 1 على 3، يعني مختلفين، مزيان. بما أن لا ليميت ديال اكس يؤول لصفر على اليسار ديال اف لإكس يخالف اف ديال صفر، إذا اف غير متصلة على يسار صفر. مزيان، ندوزو دابا نمشيو نحسبو على اليمين ديال صفر، ها فين بغيت نحسب على اليمين. لا ليميت ديال اكس تانفيغ صفر بلوس ديال اف لي اكس اشنو كتساوي ليا؟ لا ليميت ديال اكس يؤول لصفر بلوس ديال التعبير الثاني اللي هو هذا، جوج اكس ناقص واحد على اكس ناقص 3، نعوض بطاطينا 1 على 3. مازال دونك لا ليميت على اليمين ديال الصفر عطاتنا 1 على 3، والصوره اف للصفر عطاتني 1 على 3، يعني متساوي. بما ان لا ليميت اكس تانفيغ صفر بلس ديال اف لي اكس كتساوي اف ديال الصفر اللي هي كتساوي 1 على 3، اذا اف متصلة على يمين صفر. مزيان، يلا دابا بينا نديرو التعبير النهائي. على اليمين كتساوي 1 على 3 اللي هي كتساوي الصورة، وعلى اليسار كتساوي 3 اللي كتخالف ليا الصورة، إذا اف غير متصلة في العدد صفر. صافي تفاهمنا الشباب؟ نعاود واحد القضيه، فاش تشوف تعبير ديال الداله في اكبر اصغر خدم ليا بالخاصيه رقم 2، فاش تشوف التعبير ديال الداله في يساوي ولا يخالف خدم ليا بالخاصيه رقم 1. صافي، هنايا غادي نكون كملنا لابارتي الاولى من الدرس ديال الاتصال اللي حيدنا علينا الاتصال في نقطه. هذا ما كيعنيش ان صافي الشرح هو هذاك، لا، مازال غادي نخدموا تمارين باش نجيد باش نزيد نعطيك اكثر ديال الحالات. تبارك الله عليكم الشباب، ما تنساش تخلي واحد ابوني وبارطاجي مع صحابك. الله يسر لك، تهلا في راسك.